بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم أكلة الأكيلة الكوارع. هقول لكم الأول المفروض إن إحنا وإحنا بنشتريها نشتري الكارع اللي هو الأمامي مش الخلفي، علشان بيكون فيه نسبة كبيرة من لحم الكوارع زي ما إحنا شايفين كده. طيب اولا انت بتجيبيها متنظفه من عند الجزار، هو بيبقى منظفها وبيقطعها لك قطع، يعني زي ما بيقطعها قطع كبيره قطع صغيره زي ما تحبي. انا بقى ازاي اتاكد انها نظيفه خالص؟ انا بشوفها، لو لقيت فيها شعر ولا حاجه بشيله. طيب لو انا لقيت حاجه بسيطه هعمل فيها ايه؟ هعملها كده بالسكينه. طيب لو فيها شعر طويله ولا حاجه ممكن تعمليها على النار. طيب انا ازاي بقى هعرف كمان هي هتاخد مني سوى كتير ولا لا؟ لو شفنا العظم بتاعها لقينا العظم مديني لون احمر او بنفسجي معناها ان هي صغيره، لكن لو اللون بتاعها ده ابيض خالص معناها ان هي عجوزه يعني كبيره وهتاخد مني وقت طويل في السوى. الاول انا نظفتها نقعتها في ميه بليمون بملح وحطيت عليها شويه خل، ما بحبش اكتر الخل قوي في تنظيف الحاجات اللي زي دي. طيب وعملت ايه بعد ما صفيتها من المحلول النقع اللي كنت عاملاه ده؟ شطفتها تاني برضو بميه وملح، سبتها حوالي 5 دقايق ورجعت شطفتها تاني. اخر مرحله هغسلها فيها ان انا هدعكها بشويه من الدقيق واسيبها شويه وبعدين اشطفها تاني بالميه. دي اخر حاجه عندي في الغسيل، وهوريكم بقى ازاي هنبدا تسويتها بطريقه حلوه. اوعي حد يضحك عليكي ويقول لك ده هتاخد 10 دقايق، ده هتاخد نص ساعه. هي كل حاجه فيها بتاخد وقت، ممكن تاخد ساعتين، ممكن تاخد 3، ممكن تاخد 4. افضل طريقه تكسبيها بيها ان ممكن تديها غلوه او 2 من بالليل وترجعي بقى تاني يوم تكملي التسويه بتاعتها. هبدا بقى احط شويه من الدقيق كده على القطع بتاعتي واحاول ان انا ادعكها بيها. ممكن احط شويه ميه صغيرين تسهل عليا الدعك والتنظيف، اهو زي ما احنا شايفين كده احط شويه ميه صغيرين بس وادعك بيها الدقيق في القطع بتاعتي كده، علشان بس يعني تبقى نظيفه وما يكونش فيها ريحه مش مستحبه. طبعا انا ما بحبش كلمه الحاجه فيها زفاره لان دي نعمه ربنا، انا ما بحبش اقول الكلمه دي على لحمه ولا على سمك، كل دي نعمه ربنا احنا بننظفها على قد ما نقدر، لكن ما نقدرش نقول عليها اي كلمه وحشه. رشه ميه صغيره علشان اقدر ادعك الدقيق فيها في القطع بتاعتها كده زي ما احنا شايفين. اكتر اماكن ممكن يكون فيها شعر هي الاماكن اللي عند الحوافر دي، دي اكتر اماكن المفروض ان انت تحكي فيها بالسكينه علشان تنضفيها. هنجيب معانا كمان عصره ليمون زي ما احنا شايفين كده. هوريكم دلوقتي شكل الميه اللي نزلت منها بعد دعكها بالدقيق، سيبناها يعني حوالي زي 5 دقايق. هاخد بقى قطعه قطعه اشطفها علشان احطها في الحل على طول. شايفين يا جماعه اللون نزلت برضو فيها سنه لون يعني زي الدم كده. هنبدا نشطف بقى قطعه قطعه. خدي بالك كمان من الاماكن اللي زي دي احتمال يكون فيها بقايا للشعر، لازم تشيليها كويس بالسكينه او تحطيها على النار تشيطيها. هنبدا بقى نشطف قطعه قطعه ونحط في ميه نضيفه زي احنا. نشوف بقى المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحطها معانا في الشوربه. معانا بصلايه حلوه كبيره، ممكن تحطي 2 متوسطين ويفضل ان هو يكون بصل ابيض، ما عندكيش بصل ابيض اشتغلي بالبصل الاحمر العادي بتاعنا ده. ومعايا حبتين من الطماطم، ومعايا جزراية حلوه او ممكن لو انت بتحبي تحطي 2، وكمان معايا ورق اللورة وفصين من الثوم. هنحط ايه كمان؟ هنحط 3 أو 4 فصوص من الحبهان، انا حط 5 فصوص اهم، وهنحط كمان شويه من الفلفل اللي مش مطحون، فلفل حصى زي ما هو، وعودين 2 من القرنفل. كل الحاجات دي هنحطها في الحله بتاعتنا، بس لما ننزل بالكوارع الاول في الحله انا ما بحبش ان انا اغليها ولا اسلقها غلوه وبعد كده اصفيها كده فايدتها هتروح. احنا هنحطها نشوحها في قلب الحله. يلا تعالوا معايا نشوف. على النار حطينا الحله وحطينا معلقه من السمنه البلدي وسخناها بس شويه. هنبدا بقى ننزل بالقطع بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده.
وهننزل كمان معانا بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها ان احنا هنحطها دي، الثوم وورق اللورا وكمان الحبهان والفلفل والقرنفل كله هننزل بيه مرة واحدة. هنقلب ونحاول ان احنا نستنى بس عليها لما يبدأ لونها يتغير. زي ما احنا شايفين كده احنا سايبينها تتشوح وتنزل شوية من العصارة اللي فيها، وكل شوية بمسك الحلة واقلب فيها علشان كل القطع اللي فيها دي تيجي يم تحت وتتشوح كويس. لو حسيت انها مزنوقة في الحلة هضطر ان انا انقلها في حاجة تانية تكون اوسع شوية. وعلى النار برضو بقى اسخن مية علشان احاول اضيف لها مية مغلية بعد ما تخلص التشويح اللي انا عايزاه. مش عايزة اقولك بقى انا شم ريحة عاملة ازاي، ما شاء الله عليها. جربي بس كده تعمليها بنفس الطريقة دي وانت هتشم الريحة وتقولي ما شاء الله عليها، ريحتها جميلة جدا وهتطلع لنا احلى شوربة. دلوقتي انا حطها على النار اهي لسه بتكمل، والمية بتاعتي خلاص بدأت تغلي، اول ما هتغلي هحطها عليها وهغطي واسيبها لما تغلي وبعد كده اوطي النار. دلوقتي هنبدأ نضيف المية المغلية على الكوارع بتاعتنا علشان طبعا ما تاخدش مننا سوا كتير. المية السخنة بتسرع السوى بتاع اللحوم والحاجات دي، علشان هي لو مية باردة بتاخد وقت كتير عبال ما تغلي من اول وجديد. هي شوية صغيرين هنلاقيها بدأت تغلي تاني. هنحط بقى معلقة واحدة بس من حاجة كمان هتسهل عليا عملية السوى، دايما بنحطها في كل اللحوم، هي معلقة السكر. ادي معلقة السكر، هنغطيها بقى ونسيبها تغلي، وانا هسيبها على النار حوالي ساعة ونص واطفي، وبعد كده هارجع اسويها مرة تانية. شايفين يا حلوين كده بقى الكوارع بتاعتنا بدأت تغلي زي ما احنا شايفين. طيب في حاجات بسيطة خالص من الريم على وشها، انا طبعا ما اقدرش ان انا اشيلها واقول لكم انا ما لقيتش حاجة، انا لازم اكون صادقة معاكم بكل مصداقية. شايفين كده هي دوب معلقة واحدة اللي على وشها، لان احنا شوحنا الحاجة بتاعتنا كويس. لو احنا حطيناها في مية من غير تشويح كانت هتطلع اكتر من كده بكتير. طيب دلوقتي المفروض بقى ان انا هعمل ايه، ههدي النار عليها خالص واغطيها، وخدي بالك ان لما بتهدي النار هي مش هتفور منك ولا حاجة. وبعدين في حاجة كمان نسيت اقولها، يا ريت ما نكترش الحبهان والورق اللورا لان هما بيعملوا مرارة، لان احنا حاطينهم من البداية ومشوحينهم كمان. اوعي تكتريهم، لو حطيتي حبهان كتير ولا ورق لورا كتير هيديكي مرارة في الشوربة بتاعتك. اللهم بلغت اللهم فاشهد. نعمل بقى شوية رز بشعرية حلوين كده جنب الكوارع الحلوة بتاعتنا. حطينا الزيت ولما سخن حطينا الشعرية وحمرناها باللون اللي احنا شايفينه ده. هننزل بقى عليها بالرز الحلو بتاعنا، وبعدين نحط الملح ونحط المية بتاعتنا زي ما احنا متعودين. طبعا دي حاجة كلنا بنعرف نعملها، مش محتاجة ان احنا نقول ولا نعلمها لحد. هنحط دلوقتي الملح بتاعنا وننزل بالمية. نظبط بقى المية، نحط المعلقة بتاعتنا كده بس كده المية مظبوطة. نغطي بقى الحلة بتاعتنا ونروح نشوف نكمل الكوارع اللي احنا سويناها ساعتين وطفينا عليها سيبناها لمدة 4 ساعات، وبعد كده رجعنا كملناها كمان ساعة كاملة. هنشوف دلوقتي هي عاملة ازاي وهنحط لها الطشة الاخيرة، خليكم معانا. يلا بقى نكمل. دلوقتي احنا حطينا الكوارع بتاعتنا على النار تاني علشان احنا خلاص قربنا ناكلها علشان تكون سخنة. هبدأ اخد شوية من الدهون اللي على الوش دي علشان احمر فيها التوم والخضرة بتاعتي، علشان تبقى مزودتش مواد دهنية تانية من برة. هحاول اخد من على الوش كده زي ما احنا شايفين واحط في الحاجة اللي انا هحمرها فيها. بقى الطماطم اللي احنا حطيناها في الاول اتسلقت، جيت في نص السوا كده وطلعتها عصرتها بالمصفى كده زي ما احنا شايفين، ما سويتهاش ولا حاجه، وبعدين نزلت بيها على الشوربه. هحط بقى كمان شويه فلفل اسود مطحونين صغيرين زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا بقى نعمل الطشه الحلوه بتاعتنا. هنستنى شوية بس لو في نقطة شوربة ولا حاجة تتبخر من الدهون اللي احنا خدناها دي، وهننزل فيها الاول بالثوم اللي معانا، ثوم مفروم اهو يعني زي معلقة ثوم كبيرة، ومعانا شوية من الكزبرة الخضراء المتقطعة. هننزل بالثوم
هنديله لون حلو اصفر كده، ونزن بقى بعده بالكزبره الخضراء لما تدبل معايا خالص. شوفوا بقى يا جماعه، انا جه في دماغي فكره حلوه، انا قلت لازم اصفي الشوربه بتاعتي دي عشان ما يكونش فيها اي شوائب من البهارات والحاجات اللي احنا حطيناها، علشان لما نحط الطشه بتاعتنا نغرف الشوربه ما يكونش فيها اي حاجه. نقلتها في حله تانية وصفيت الشوربه بتاعتي، وهرجع تاني هنزل القطع بتاعتي جوه الحله مره تانية قبل ما انزل فيها بالطشه. شايفين يا جماعه القطع بتاعتي دايبه خالص ازاي؟ دايبه ومستويه خالص ما شاء الله، اهو زي ما احنا شايفين كده. شايفين السوا؟ شايفين السوا عامل ازاي؟ لو حاسه ان الرز بتاعك ناقصه سوا، يعني كان المفروض ياخد ميه ازيد من كده، كل اللي عليك ان انت تشوفي حاجه تكمري بيها البخار اللي طالع من الحله، زي مثلا كانك تفردي كيسه كده على وش الرز بتاعك وترجعي تغطي بالغطا. بدأ معانا الثوم ياخد لون زي ما احنا شايفين كده. هننزل بقى بالخضره الكزبره بتاعتنا الحلوه الجميله دي، تدبل بس وننزل بيها على الشوربه. ما قلتوش بقى الطشه دي بتبقى حلوه ازاي، احنا حطينا فيها الماده الدهنيه من على وش الشوربه علشان ما نزودش دهون تاني وتبقى الاكله بتاعتنا تقيله. بعد الكزبره بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده بدات تدبل معايا، وبدات الماده الدهنيه تفصل من الثوم والخضره زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده كفايه عليه علشان الاكل بتاعنا ما يبقاش حامي قوي. هنطفي بقى النار على الطشه الحلوه دي ونيجي على الشوربه ننزل بالطشه. اسمعي بقى الصوت الحلو، شمي بقى الريحه. هنعمل بقى كده، ادي الصوت اللي بقول لك عليه. واضح ان الشوربه دسمه وتقيله ومركزه، حاجه يعني كده بالهنا والشفا. هنسيبها بس تغلي غلوه كده واحده بس، هي اصلا مستويه خالص، وبعدين نطفي عليها ونغرف واوريكم شكلها عامل ازاي. بعد ما غرفنا بقى الاكل بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، حطينا الرز وحطينا الكوارع بتاعتنا، شايفين شكلها حلو ازاي. ويعني كملنا بقى اكلنا، شويه سلطه شويه مخللات زي ما انتم شايفين. الشوربه بتاعتي اهي، شايفين اللون بتاع الشوربه حلو ازاي، هي بتتاكل كده بالطشه اللي عليها دي. كمان الكوارع بتاعتي مستويه خالص، وهوريكم دلوقتي قد ايه هي مستويه. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ شايفين السوا اهي، مستويه خالص ودايبه ما شاء الله. خدت مننا ساعتين الاول، او يعني حوالي ساعتين الا ربع. طفينا بقى النار وسبناها حوالي 4 ساعات، ورجعنا ولعنا عليها كمان زي ساعه ونص برضو، يعني من 3 ساعات ل3 ساعات ونص. احنا دلوقتي اخدنا وقت طويل، بس مقارنة يعني بان احنا ممكن لو احنا سبناها النار ولا عليها بصفة مستمرة كانت هتاخد مني وقت اكتر من كده. هي افضل حاجة ان انت تولعي عليها مثلا شوية بالليل وبعدين تطفي النار، والصبح ان شاء الله تاني يوم يعني تكملي السوا. انا عموما ما عملتش كده من بالليل لاني ما كانش عندي وقت، انا سويتها شوية الصبح من بدري، ويعني على الساعة 11 كده او قبل الظهر سويتها بقية المدة اللي خدتها في التسوية. بالنسبة للطواجن الكوارع، لو انت حابة تعمليها في طاجن مش حابة ان انت تاكليها مسلوقة كده وفي الشوربة، هتعملي صلصة طماطم بالثوم عادي زي ما انت بتعمليها لأي أكل، وهتزودي فيها كمية من الكمون وهترصي قطع الكوارع بتاعتك فيها. هتكون القطعة دي الصلصة عليها من فوق ومن تحت، وهتدخليها شوية الفرن وتطلعيها هتلاقي طعمها جميل خالص. وهي دي طريقة الطواجن للي يحب ان هو يعمل طاجن للكوارع. وشكرا ليكم على المتابعة، وياريت أكون قدرت أوصل لكم الفكرة بكل مصداقية وسهولة. وإن شاء الله يعني اللي يجرب يقول برضو الطريقة دي كانت كويسة بالنسبة له ولا لأ.